ورشة إعداد استراتيجية الجمعية التونسية لقراءة فيلس واس لخمسة سنوات قادمة ذات أهمية قصوى باعتبارها تحدد أهم توجهات الجمعية وأنشطتها والفئة المعنية بالتقديم الخدمات. اليوم معنا أربعة من المكتب الدولي من فرع وسط وجنوب وشمال إفريقيا في مساندتنا في إعداد السياسة هذه اللي انطلقت منها من واقع الطفولة في تونس والإحصائيات وتوصيات وزارة الإشراف اللي هي وزارة المرأة وكل الشركاء اللي موجودين معنا. اليوم احنا على امتداد أربع أيام في من يوم 16 إلى يوم 20 أفريل في إعداد هذه السياسة اللي نطمحوا أن يتلبي احتياجات الأطفال في بلادنا اللي فقدوا الدعم العائلي، فقدوا العائلة بتاعهم وفي حاجة إلى كل أشكال الدعم والحماية. توجهات جديدة قاعدة تساغ في مجال الاتفاقية هذه، من بينها دعم الأطفال في كامل تراب الجمهورية، من بينها توسعة من عدد الأطفال محظوني البرامج وتطوير ميزانية والإدارة والحوكمة داخل الجمعية. سيتم تقديم مخرجات هذه الاستراتيجية يوم الجمعة في يوم إعلامي بحضور الصحفيين وكبار الشركاء والداعمين وحضور الفريق الدولي إن شاء الله في تونس.